تعالى نتكلم النهاردة بقى عن how to make a question، ازاي اكون سؤال، ازاي اعمل سؤال في اللغة الانجليزية. وده طبعا جزء مهم جدا في اللغة، لانه بيساعدني في حل المحادثات، بيساعدني دايما في حل المحادثات، سواء كانت المحادثات دي قصيرة من الدايالوجز or طويلة دايالوج كامل. طبعا شكل ما قلنا النهاردة هعرف ازاي اكون سؤال في اللغة الانجليزية، وبرضو بدون ما اعرف زمن الجملة ايه، يعني انا مش محتاج اعرف زمن الجملة دي عشان اعمل سؤال. وده طبعا برضو هيعتمد على الهيلبينج فيربس، الافعال المساعدة. يبقى اذا هنوي تاني ان انا لازم احفظ الافعال المساعدة كويس جدا، شكل اسمي. وقلت يا جماعة اللي بيتابع الحلقات دي لازم يسمع كل حلقة من اول دقيقة لاخر دقيقة، اما انك تدخل وتسمع دقيقة او دقيقتين كل الكلام ده مش هيفيدني بشيء، وبالذات طالما انت طالب وبتدرس منهج. تعال بقى نشوف النهاردة ازاي هكون سؤال باستخدام الافعال المساعدة ودون معرفة زمن. في البداية لازم اعرف ان انا عندي two kinds of questions، يعني نوعين اتنين من السؤال، yes and no question and the WH question. طبعا عندنا نوعين اتنين من السؤال، السؤال اللي بيكون اجابته بيس ونو، وكمان السؤال اللي بيكون بادئ بأداة استفهام. وطبعا سواء كان هو yes and no question or WH question هتلاقيني برضو بحتاج فيه للhelping verb للفعل المساعد. تعالوا نشوف النهاردة أول نوع معانا من الأسئلة، وهو الـ yes and no question، يعني السؤال اللي إجابته بـ yes و no. قبل كل شيء لازم أكون عارف إن السؤال اللي هكون إجابته بـ yes و no هو السؤال دايما اللي بادئ بفعل مساعد. يبقى هرجع تاني لازم أحفظ الفعل المساعد كويس جدا. إذا بدأ السؤال in English بفعل مساعد معناها إن السؤال ده معناه هل، وإجابته دايما بـ yes و no. فلما أجي أقول Is he a teacher؟ يعني هل هو مدرس؟ هنا طبعا لو هو مدرس هجاوب yes، وتقول yes he is or no he isn't. Yes he is or no he isn't، شكل ما احنا متعودين في السنين اللي قبل كده. يبقى اي فعل مساعد في اول السؤال هيكون معناه هل، وهجاوب عليه yes or no. اي فعل مساعد من اللي احنا خدناهم دول، سواء verb to be or verb to do or verb to have or the modal verb، اي حاجة من دول لو جيت في اول السؤال هيكون معناها هل، والاجابة عليها هتكون yes or no. Another example when I say will you travel to Aswan، هل انت هتسافر لأسوان؟ والله لو انا هسافر هقول yes، لو انا مش هسافر هقول no. طيب لو انا قلت yes بطلع بدل فاعل مع فعل مساعد عشان ادي short answer، فبالتالي هقول yes I will. طيب لو انا مش مسافر هقول no I will not or no I won't. ولاحظ هنا اني لما اجاوب بنو دايما بجيب مع الفعل المساعد بتاعي not، وشكل ما احنا قلنا قبل كده ان not دايما في الجملة بتيجي وراء الفعل المساعد. وبالتالي طالما اي فعل مساعد بيجي في اول السؤال بيكون معناه هل وبجاوب عليه بيس ونو، اذا اي اجابة فيها yes or no يبقى سؤالي فيها هيبدأ بالhelping verb بالفعل المساعد. وهنا هنقسم برضو الافعال المساعدة شكل ما قسمناها في النفي. اول حاجة verb to be مع الافعال الناقصة ده لوحده، تاني حاجة verb to do لما يكون جاي كفعل اساسي، وتالت حاجة verb to have لما يكون جاي كفعل اساسي او كفعل مساعد، ورابع حاجة الجمل اللي انا مش هلاقي فيها اي افعال مساعدة. يا ترى هعمل سؤال في النوعية دي من الجمل ازاي؟ تعالوا نبدأ مع بعض ب أول حاجة وهي verb to be and the modal verbs. قال لي إذا كانت الإجابة بيس أور نو، إذا كانت الإجابة بيس أو نو، إذا أنا هبدأ بالفعل المساعد. لو لقيت الفعل المساعد بتاعي verb to be or modal verb على طول باخده وأبدأ بيه وأبدل معه الفعل. For example، على سبيل المثال when I say yes Ali is at home، yes Ali is at home. طبعا هنا المطلوب مني ان انا اعمل سؤال بشوف هلاقي الاجابة دي بيس، وطالما الاجابة بيس معناها ان السؤال ده كان بادئ بفعل مساعد. لما اروح هلاقي verb to be، اذا من غير ما افكر طالما هو verb to be هاخد verb to be اللي موجود عندي ده وابدأ بيه اللي هو is، وبالتالي الفعل بتاعي اللي هو قبل verb to be باخده واجيبه بعده فيبقى is علي، وكمل بقية الجملة شكل ما هي وبقية السؤال شكل ما هو، فهيبقى is علي at home
Is Ali at home? المثال الثاني لما يجي يقول لي No, they aren't playing tennis. No, they aren't playing tennis. طبعا لما بص للجملة دي، الجملة دي إجابتها بنو، معناها أن السؤال بتاعي هيبدأ بفعل مساعد. لو رحت هلاقي verb to be، وأنا قلت يا جماعة verb to be سواء كان فعل مساعد أو فعل أساسي بحط وراه نوت في النفي أو باخده أسأل بيه في السؤال، فبالتالي هبدأ ب are. طب نوت هعمل فيها إيه؟ هحذفها طبعا لأنها كانت جاية عشان نو، فبالتالي هقول are they playing tennis. Are they playing tennis؟ أنا قلت طالما الفعل المساعد بتاعي موجود ببدأ به وبعدين أجيب كل اللي قبله بعده، فبالتالي هقول Are they playing tennis؟ المثال التالت لما أجي أقول Yes, Ahmed was watching TV. Yes, Ahmed was watching TV. طبعا الإجابة هنا Yes، يبقى إذن السؤال بتاعي هيبدأ بفعل مساعد، هروح ألاقي was verb to be من غير ما أفكر هبدأ به، فبالتالي هقول was وبدل احمد وبالتالي اكمل watching TV واحط الquestion mark بتاعتي علامه الاستفهام was احمد watching TV. واحد هيسالني يقول لي طب ما قلتش was he watching TV؟ هقول لك لا طبعا. ليه؟ لان لو انا عندي احمد في السؤال قال لي عادي اعوض عنه في الاجابه، لان يعني خلاص انا بقيت عارف بتكلم على مين، لكن لو احمد في الاجابه بطلعه شكل ما هو احمد في السؤال، لان في السؤال معناه ان الكلام ده اللي ذكر الاول مش هجيب ضميره بعدين اعوض عنه باسم. طيب تعالى بقى حاجه مهمه لازم اخلي بالي منها وانا جاي اعمل السؤال لما يكون الفعل المساعد بتاعي verb to be. طبعا عندنا ضمير المتكلم I لما الاقيه في الاجابه بطلعه ليو، لان ضمير المتكلم I كان يو في السؤال، كان ضمير المخاطب يو، وكذلك وي برضو بتبقى يو، فبالتالي لو انا عندي I am I am، فبالتالي لو انا حولت I ليو لازم am تتحول ل R، عشان كده دايما بنقول ان I am بتطلع في السؤال دايما are you، نفس الكلام مع I was I was. طبعا I لما تتحول ليو يو ما بتاخدش was، يو بتاخد were، فبالتالي لازم I was تتحول ل were you. For example على سبيل المثال لما يجي يقول لي Yes I am reading. Yes I am reading. لما اجي اقول لك اعمل لي سؤال هتقول لي الاجابه هنا بيس، معناها ان السؤال بتاعي لازم يبدا بفعل مساعد، فانا لقيت في الاجابه I am فبالتالي هطلع are you، فبالتالي هقول are you reading. Are you reading? Another example. When I say no, I wasn't at home yesterday. No, I wasn't at home yesterday. طبعا الإجابة هنا بنو، فبالتالي هبدأ بالفعل المساعد المفروض إن هو was، بس حاليا موجود عندي I وI دي بتطلع you، فبالتالي معها was لازم تتحول ل were، وطبعا بشيل not، فبالتالي هقول were you at home yesterday. Were you at home yesterday? طيب حاجة مهمة جدا ما لازم أخلي بالي منها في تكوين السؤال، لاحظ إن أنا لما أكون السؤال اللي كانت إجابته بيس ونو أنا يدوب ببدأ بالفعل المساعد وبدل مع الفاعل وحط علامة الاستفهام في الآخر، ما بشيلش أي حاجة ولا بغير أي شيء. قال لي بس خلي بالي إذا كان نو ما معهاش مع الفعل المساعد بتاعها not لازم أغير في السؤال. For example على سبيل المثال لما يجي يقول لي No, he is a doctor. No, he is a doctor. يعني لا ده هو دكتور. طبعا هنا لو لاحظت هتلاقي ان no مش جاي معها not مع is، يعني ما قالش no he isn't، لا قال لي no he is، معناها ان no هنا جاي وراها جملة مثبتة مش جملة منفية، وبالتالي وانا بعمل السؤال اوعى تكمل عادي كده، لا طبعا لازم اغير بحيث ان السؤال بتاعي يبقى ليه معنى، لازم اغير في السؤال. يعني لما اجي اعمل سؤال هنا المفروض ان انا ابدا ب is وبعدين الفاعل بتاعي هو he. طب اكمل بقى واقول is he a doctor؟ هقول لك لا غلط طبعا. ازاي هسأل اقول هل هو دكتور ويقول لي لا ده هو دكتور؟ هقول لك لا طبعا الكلام ده غلط، لان نو ما معاش نوت يبقى لازم اغير في السؤال. يعني هقول is he a teacher. Is he a teacher؟ طبعا هنا لو شفت معنى السؤال بقى هل هو مدرس، فقال له في الاجابه لا ده هو طبيب. يبقى اذا لو نو ما لقيتش معاها نوت، يعني لو نو لقيت جاي وراها جمله مثبته، فبالتالي لازم اغير في السؤال عشان ادي المعنى الصحيح.
نفس الكلام هلاقيه مع المودال فيربس. يعني لو الاجابه بيس ونو ولقيت ان الفعل المساعد بتاعي من المودال فيرب، بدل مع الفاعل وانت مغمض عينيك وما تعملش اي حاجه تانية. فور اكزامبل، على سبيل المثال، when I say yes he will travel to London، yes he will travel to London، ايوه هو هيسافر للندن. طبعا لما اشوف الاجابه هنا بتاعتي هلاقيها بيس، فبالتالي لازم ابدا بالفعل المساعد. رحت لقيت الفعل المساعد بتاعي هو ويل، وده من المودال فيربس، فبالتالي هبدا بيه وبدل وما اعملش اي حاجه ثانيه. يبقى اذا هقول ويل هي ترافل تو لندن، ويل هي ترافل تو لندن. انذر اكزامبل، when I say no Ahmed's sister shouldn't take the medicine، again when I say no Ahmed's sister shouldn't take the medicine، يعني اخت احمد لا يجب ان تاخذ الدواء. طبعا هنا لما اشوف هلاقي الاجابه بنو، معناها ان انا هسال بفعل مساعد. طبعا في ناس بتفكر ان المستر بيقول لي اول ما الاقي يس ونو باخد كلمتين وبدلهم مع بعض وخلاص. قال لي لا طبعا، انا لازم اروح للفعل المساعد مهما كان الكلام اللي قبله. طبعا هنا احمد سيستر ده السبجكت بتاع الفاعل، طب فين الهيلبينج فيرب؟ هلاقيه شود، وده من المودال فيربس، فهاخده وابدا بيه واقول شود. طبعا هشيل منها النقط لان دي اللي كانت جايه مع نو، فبالتالي هقول شود. طب فين اللي قبلها؟ اللي قبلها ده كله يجي بعدها. يعني اذا هقول should Ahmed's sister take the medicine، should Ahmed's sister take the medicine. يبقى اذا طالما الاجابه بتاعتي بيس ونو ولقيت الفعل المساعد بتاعي من الهيلبينج فيربس، كل اللي انا بعمله ببدا بالفعل المساعد ده واقلب مع الفاعل واكمل بقيه السؤال واحط الكويستشن مارك بتاعتي. تعال نشوف النوع الثاني النهارده وهو verb to do. قلنا يا جماعة ان verb to do لما يكون جاي كفعل اساسي بيبقى الموضوع مختلف شوية لما اجي انفي او اجي اعمل سؤال. For example، على سبيل المثال لما يجي يقول لي yes I do my homework every day، yes I do my homework every day، ايوة انا بعمل الواجب بتاعي كل يوم. لما اجي اكون سؤال طبعا الناس كلها هتروح على do وتقول do you your homework every day، واحنا قلنا يا جماعة لما كنا بننفي الكلام ده خاطئ تماما. اذا كان do does و did افعال اساسية صحيح انا باخدها اعمل بيها سؤال، ولكن بسيب مكانهم التلاتة do، يعني لازم معاهم الفعل يرجع لأصله. يبقى المثال اللي عندي ده لما يجي يقول لي yes I do my homework every day ويجي يقول لي اعمل سؤال، هقول له انا هاخد do بس هسيب مكانها do، فبالتالي هقول do you do your homework every day، again do you do your homework every day. Another example، مثال تاني، when I say yes she does well in the exams، yes she does well in the exams، ايوه هي بتأدي بشكل كويس في الامتحانات. طبعا لما الناس هنا هتشوف ان الاجابه بيس هتقول لي ايوه انا هبدأ بالفعل المساعد، فهتروح تجيب does وخلاص وبدل مع الفاعل، فتقول لي does she well in the exams. احنا عايزين نتفق ان verb to do ما ينفعش يجي كفعل مساعد الا لو كان وراه مصدر، الا لو كان وراه مصدر، يعني في النفي في السؤال. طالما الفعل المساعد بتاعي do does و did ما ينفعش يقف لوحده ابدا، لازم يجي وراه مصدر. فبالتالي انا المفروض ان انا اقول does she، طب فين الفعل اللي جاي مع does؟ لازم اقول do. يبقى اذا does she do well in the exams، does she do well in the exams. المثال الثالث، when I say yes Ahmed did his homework، yes Ahmed did his homework. طبعا هنا الاجابه بيس، معناها ان السؤال بتاعي هيبدا بفعل مساعد، فالناس هتقول الفعل المساعد بتاعي did. هقول لك حاسب، اذا كان الفعل المساعد بتاعي did جاي كفعل اساسي، يعني مش جاي معاه فعل كمان، خده بس سيب مكانه do، فبالتالي هقول did احمد do his homework، again did احمد do his homework. يبقى هنلخص الكلام ونقول اذا كان verb to do جاي كفعل اساسي واجابتي بيس ونو، باخد التلاته دول اللي هما دو وداز وديد بس بسيب مكانهم التلاته دو. لكن لو هما موجودين في النفي، يعني لما يجي يقول لي نو اي دونت لايك تي، نو اي دونت لايك تي، لا انا ما بحبش الشاي، طبعا الاجابه هنا بنو. طيب اذا هبدا بالفعل المساعد اللي هو دو وهشيل منه النقط، فاذا هقول دو يو
لايك تي، لا يعني انا مش هسيب دو مكانها، هقول لك لا هي مش جايه كفعل اساسي، ده جايه كفعل مساعد. خلاص، فانا لما باخدها ما بسيبش مكانها اي حاجه، انا بسيب مكانهم الثلاثه دو لما يكون الثلاثه جايين كفعل اساسي مش كفعل مساعد. مثال اخر، when I say no she doesn't watch TV، no she doesn't watch TV، طبعا الاجابه هنا بنو، هروح هلاقي الفعل المساعد بتاعي doesn't، هشيل منه not واخده، فاذا هقول does she watch TV، does she watch TV. ايه ده مثلا يعني ما اقولش does she do watch TV، هقول لك لا طبعا، لان don't or doesn't or didn't هنا جاينا افعال مساعده، فبالتالي ما اقدرش ابدا ان انا اسيب مكانهم دو. اذا انا بسيب مكانهم دو في حاله واحده بس، لما يكون جايين الثلاثه كفعل اساسي. لما هلاقي verb to have جاي كفعل اساسي يعني ما فيش فعل وراه، هنا هقول له لا انا مش هقدر اخده واعمل بيه سؤال، لاني لو خدته هنا مش هسيب فعل اساسي في الجمله، فبالتالي قال لي بجيب do او does او did مكان have او has او had، ورجع have او has او had لhave، لان شكل ما قلنا ان do does و did لازم يجي وراهم الفعل في المصدر بدون اي اضافه. طيب امال لو كان verb to have يعني have و has و had جايه كافعال مساعده، وقلنا يعني ايه قبل كده جايه كافعال مساعده؟ يعني جاي وراها فعل اخر. قال لي في الحاله ديت لو الاجابه بتاعتي بيس نو باخد have و has و had وعادي جدا بعمل بيهم سؤال. For example على سبيل المثال when I say yes I have a car، yes I have a car and yes I have got a car، الاجابتين الاثنين معناهم ان نعم انا عندي سيارة. طب يا ترى لما اجي اعمل سؤال في الجملتين اثنين هيبقى هو نفس السؤال؟ لا طبعا، في الجملة الاولى بيقول لي yes I have a car، طبعا الاجابة هنا بيس معناها ان انا هسأل بفعل مساعد هروح هلاقي have، بس قلت لما الاقي have وhas وhad بستنى شوية، يا ترى جاي وراهم فعل تاني ولا مش جاي؟ هنا مش جاي وراها فعل اخر، فبالتالي ما اقدرش اخدها واعمل بيها سؤال، يعني ما اقدرش اقول have you a car، هقول لك لا كده الاجابه خاطئه. طب امال؟ قال لي طالما have هجيب مكانها do، ويبقى السؤال بتاعي do you have a car، do you have a car، ده بالنسبة للسؤال الأول. أما في الإجابة الثانية اللي كان بيقول لي yes I have got a car، هنا الإجابة بيس، يبقى أنا هروح أشوف الفعل المساعد بتاعي هروح ألاقي have. طب يا ترى جاي وراه فعل أساسي؟ هقول أيوة طبعا جاي وراه فعل أساسي اللي هو got، فبالتالي عادي جدا إن أنا أخدها وأعمل بها سؤال، فبالتالي هيبقى السؤال have you got a car، have you got a car، يعني هل أنت عندك سيارة؟ يبقى لاحظ السؤالين اختلفوا على وني الإجابة واحدة. السؤال الأولاني ما قدرتش أخد هاف وأعمل بيها سؤال لأن مش جاي وراها فعل أساسي، أما في الإجابة التانية خدت هاف وعملت بيها سؤال، لما حد يسألني ليه هقول له لأني سايب وراها فعل أساسي اللي هو كلمة got. Another example، مثال تاني، when I say yes he has a pen and yes he has got a pen، الإجابتين نفس المعنى، يعني أيوة هو معاه قلم. طب يا ترى السؤالين هيبقوا نفس السؤال؟ هقول لك لا طبعا، في الإجابة الأولى بيقول لي yes he has a pen، طبعا لما ابص هنا على has مش هلاقي وراها فعل اساسي يبقى مش هاخدها، هجيب مكانها does وبعدين اجيب هي الفاعل، بس has هترجع لاصلها اللي هو have، فيبقى السؤال بتاعي does he have a pen، does he have a pen. اما الاجابه الثانيه بيقول لي yes he has a pen، طبعا لما اروح هنا لhas عشان ابدا بيها هاخدها عادي جدا، ليه؟ سايب وراها فعل اساسي، فبالتالي هقول has he got a pen، has he got a pen. يبقى اذا في الاولى ما ينفعش ابدا بهاز لان ما فيش وراها فعل اساسي، لكن الثانيه هبدا بهاز لان وراها فعل اساسي. لو بصينا على المثال الثالث بيقول لي yes they had dinner at 9، yes they had dinner at 9 and yes احمد had played the game، احمد had played the game. طبعا لما ابص على الاجابتين دول برضو هلاقي هاد جايه بحالتين اتنين، الحاله الاولى وهي في الجبل اللي فوق هلاقي ان هاد جايه كفعل اساسي مش جاي وراها فعل تاني، فبالتالي مش هقدر اخدها ابدا وابدا بيها، فهجيب مكانها did لانها في الماضي، فهقول did they have، لان لازم ارجع الفعل الاصله dinner at 9، did they have dinner at 9، يبقى كده بدات بديت، هقول له ما ينفعش اخد هاد لان مفيش وراها فعل اساسي. طيب اما في الجملة الثانية اللي بيقول لي فيها yes احمد had played the game،
يعني ايوه احمد لعب المباراه. طبعا لما اروح هنا الهات هلاقي جاي وراها فعل اساسي، فبالتالي هاخدها وابدا بيها عادي جدا، فاقول had احمد play the game، had احمد play the game. ملاحظ ان انا اذا كان موجود اسم في الاجابه بطلعه نفس الاسم في السؤال لكن ما اعوضش عنه بضمير، يعني ما ينفعش اقول had he played the game، had he played the game، لا لازم اقول had احمد played the game. يبقى اذا اذا لقيت الاجابه بيس نو والفعل المساعد بتاعي هو هاف او هاز او هاد هستنى شويه، لو لقيت وراهم فعل باخدهم عادي جدا وابدا بيهم واعمل بيهم السؤال، اما لو ما لقيتش وراهم فعل هات مكانهم دو او داز او ديد ورجع الفعل الاصله اللي هو هاف. نيجي بقى للنوع الاخير من الاجابات اللي انا مش هلاقي فيها اصلا فعل مساعد من اللي احنا حافظينهم، يعني verb to be or verb to do or verb to have or modal verb. انا ما لقيتش اي فعل مساعد من دول، يا ترى هعمل ايه لو الاجابه بيس؟ قال لي لو الاجابه بيس وما لقيتش فعل مساعد، دايما قلنا يا جماعه اذا احتجت فعل مساعد ومش موجود في الجمله اي فعل مساعد من اللي انا عارفهم بروح اجيب do or does or did، do او does او did بس، ما ينفعش اجيب اي فعل مساعد تاني. طب وبعدين؟ قال لي بعد ما اجيب do او does او did بجيب الفاعل وارجع الفعل اللي عندي اللي موجود لاصله واكمل بقيه الجمله واحط علامه الاستفهام الكويشن مارك بتاعتي. For example، على سبيل المثال when I say yes we like tea، yes we like tea، طبعا الإجابة هنا بيس، رحت عشان أبدأ بالفعل المساعد ما لقيتش أي حاجة من اللي أنا حافظها، يبقى لازم أروح للفعل الأساسي وأشوف شكله عامل إزاي. إحنا قلنا يا جماعة إذا ما لقيتش فعل مساعد بلاقي الفعل الأساسي في شكل من التلاتة، يا إما إنه مصدر، يا إما إنه فعل بلس إس أور إي إس، يا إما إنه بيكون فعل في الماضي. هنا هلاقي مصدر اللي هو كلمة like، فبالتالي بجيب do وأقول do you، شكل ما إحنا عارفين إن we ضمير المتكلم بتتحول لضمير المخاطب you، ويو هنا معناها أنتم لأنها جمع، فهقول do you like tea، do you like tea. المثال الثاني لما يقول لي yes Rana watches films، yes Rana watches films، طبعا في المثال ده هلاقي ان الاجابه بيس وما فيش فعل مساعد، فبالتالي هروح للفعل الاساسي هلاقي watches الفعل ده بلس اي اس، فبالتالي لازم هجيب does، يبقى اذا هبدا بالهيلبنج فيرب بتاعي does، وبعدين قال لي هجيب الفعل وراه اللي هو رانا، يبقى does رانا. طب الفعل هيجي شكل ما هو؟ قال لي لا طبعا لازم اشيل منه الاس اور اي اس، فبالتالي لازم اقول does رانا watch films، does Rana watch films. اما في المثال الثالث لما يجي يقول لي yes احمد ate كشري، yes احمد ate كشري، يعني ايوه احمد ضرب كشري امبارح. طبعا لما اجي اشوف في السؤال ده هلاقي ان الاجابه بيس والفعل بتاعي في زمن الماضي، طبعا ما فيش فعل مساعد، واذا كان ما فيش فعل مساعد والفعل بتاعي في زمن الماضي اذا الفعل المساعد بتاعي اللي انا هجيبه هو did، يبقى اذا هبدا السؤال ب did، وهنا ما اقولش شكل ما قلت did he، لا لازم اقول did احمد، تاني لازم اقول did احمد. طب يا ترى هقول ate؟ هقول لك لا طبعا، لا لازم تبقى eat، وهنا ناس بتخطأ كتير جدا لان هي بتحط في دماغها ان الافعال الماضي كلها هلاقيها في اخرها دي اور اي دي، لا يا جماعه ده نوع واحد من الافعال اللي هو الريجولر verbs، لكن انا عندي افعال irregular يعني شاذة او غير منتظمة، طبعا ما ينفعش ازود لها دي ولا اي دي، فبالتالي برجعها لاصلها، فاذا هقول did احمد eat كشري، did احمد eat كشري. امتى السؤال يبدا باداة استفهام طالما الاجابة بتاعتي مش بيس ولا نو؟ يعني لما اشوف الاجابة تحت مش بيس ولا بنو يبقى اذا انا بعمل سؤال بيبدا باداة استفهام، وهنا انا بختار اي حاجة في الجملة وابدا اعمل عليها سؤال، يعني ممكن كذا جزء في الجملة انا اقدر اعمل عليه سؤال. طبعا ادوات الاستفهام like what, when, where, why, what time, how many, how much, etc. دي كلها بسميها أدوات استفهام. طبعا أدوات الاستفهام بتختلف على حسب الجزء اللي أنا بسأل عنه في السؤال، يبقى هنا لازم أكون حافظ كل أدوات استفهام بتسأل عن إيه. طيب جميل، طب إزاي هكون بقى السؤال اللي بيبدأ بأدوات استفهام؟ بشكل ما قلت قبل كده أن سواء ببدأ سؤال بفعل مساعد أو ببدأ سؤال بأدوات استفهام برضو كده كده بحتاج الفعل المساعد، لأن لما أسأل بأدوات الاستفهام هلاقي وراها helping verb فعل مساعد وبعدين subject وبعدين فعل وبعدين المين فيرب اللي هو الفعل الاساسي وبعد كده بتيجي الكومبلمنت اللي هي تكمله
السؤال. For example, على سبيل المثال, when I say my favorite subject is English, when I say my favorite subject is English, طبعا هنا لو جيت قلت لك اسأل لي على كلمة English, English دي اسم غير عاقل, فبالتالي لما اسأل عنه هسأل عنه بكلمة what. تاني هسأل عنه بكلمة what. what دي بسميها أداة استفهام. طيب أداة الاستفهام دي المفروض إيه اللي أنا بجيبه وراها في السؤال اللي بيجي وراها الفعل المساعد. طبعا لما هروح هلاقي هنا الفعل المساعد بتاعي is. أنا قلت يا جماعة verb to be سواء فعل مساعد أو فعل أساسي كده كده باخده وأعمل بيه كل شيء, فبالتالي هقول what is, يبقى اللي جه ورا what هو is, وبعدين قال لي كل اللي قبلها يجي بعدها لأن هو ده الفاعل. طيب عارفين إن my بتطلع في السؤال your, فتبقى what is your favorite subject. What is your favorite subject؟ يعني ما هي مادتك المفضلة؟ Another example, مثال تاني, when I say I will go to Aswan tomorrow. I will go to Aswan tomorrow. يعني أنا سوف أذهب إلى أسوان غدا. طبعا هنا لو قلت لك إيه اللي أنا ممكن أسأل عنه في الجملة دي؟ هتقول لي ممكن أسأل عن tomorrow وده زمن. طب هسأل عنه بإيه؟ هتقول لي هسأل عنه بوين. طيب ممكن اسال عن ايه كمان؟ هتقول لي ممكن اسال عن تو اسوان وده البليس المكان. طب بسال عنه بايه؟ هتقول لي بسال عنه ب وير. طبعا لما اقول لك هنا انا هكمل السؤال ازاي؟ هتقول لي ايوه بعد اداه الاستفهام انا لازم ادور على الفعل المساعد. لما هروح للفعل المساعد هنا هلاقيه ويل. ويل ده شكل ما انت قلت لي ان هو مودال فيرب, يعني ما بفكرش, ببدو على طول سواء في النفي او في السؤال. فاذا هقول وين ويل. وين ويل. طب وبعدين قال لي الفاعل اللي هو I هطلعه يو, فتبقى when will you. when will you وكمل عادي خالص go to Aswan. when will you go to Aswan وحط الكويستشن مارك بتاعتي علامة الاستفهام. طبعا هنا انا ممكن اجيب tomorrow, قال لي لا طبعا طالما جبت اداة الاستفهام لازم اشيل الاجابة بتاعتها. اما اداة الاستفهام التانية وهي where اللي معناها اين, عشان اسال بيها واقول لك امال هشيل ايه في الجمله اللي بسال بيها, هتقول لي هشيل تو اسوان. تو اسوان يعني ما تشيلش اسوان بس, هقول لك لا هتشيل تو اسوان لان هو ده المكان. طيب هكمل السؤال ازاي؟ قال لي بعد وير محتاج فعل مساعد, هروح الاقي ويل خلاص ما بفكرش بجيبه, وبعدين الفعل بتاعي اي هحوله ليو, فيبقى وير ويل يو go. وهنا لازم اجيب tomorrow لاني انا ما سالش عنها. تاني where will you go tomorrow. يبقى اذا هنا لما جيت كونت السؤال جبت اداه الاستفهام وبعدين الفعل المساعد وبعدين الفاعل وبعدين الفعل الاساسي وعلى طول حطيت التكمله والquestion mark. طيب another example, مثال تاني, when I say احمد plays football to be fit. احمد plays football to be fit يعني احمد بيلعب الكوره عشان يكون قوي. طبعا هنا لو بصينا to be fit هلاقيه ان هو سبب. طيب وانا بسال عن السبب بايه؟ هقول لك انا بسال عن السبب بكلمه why. يعني why يعني لماذا. طيب انا عايز اكمل السؤال, يبقى اذا هقول why واجيب وراها فعل مساعد. رحت ايه ده مفيش فعل مساعد. طيب طالما مفيش فعل مساعد برافو عليكم ممتازين, يبقى انا هروح بس ال do does و did. على طول هشغل دماغي هلاقي ان الفعل بتاعي في اس, فبالتالي لازم اجيب does. يبقى اذا هقول why does. why does قلت طالما قلت does بجيب وراها الفعل اللي هو احمد, بس لازم اشيل الاس الموجوده في الفعل, فتبقى why does احمد play football. why does احمد play football. مستر انا هكمل to be fit, هقول لك لا يا باشا. ليه؟ لان to be fit دي هي الاجابه ما اقدرش اجيبها مع اداه الاستفهام بتاعتها. Another example, when I say I have a car. I have a car. وهنا قلت لك اسألني مثلا على كلمة car. car دي اسم غير عاقل, فأنا هسأل عنه بكلمة what. what دي أداة استفهام محتاج وراها فعل مساعد, هروح ألاقي have. أيوه برافو عليك, أنت قلت يا مستر لما ألاقي have فاستنى شوية أشوف يا ترى وراها فعل أساسي ولا مفيش. هنا مفيش وراها فعل, فبالتالي هجيب برافو عليكو do, فهقول what do why هتطلع you, يبقى what do you have. what do you have. طب لو جاب لي نفس المثال يا مستر وقال لي I have got a car. I have got a car يعني انا عندي عربيه, ده هو نفس المثال وقلت لك برضه اسال لي بكلمه what, هتقول لي what دي بتسال عن السياره, يبقى اذا في الاجابه السياره هتتشال. طيب what محتاج وراها فعل مساعد, هروح الاقي have.
هاخدها ولا اداه الاستفهام؟ هتقول لي ايوه هاخدها. ليه؟ هقول لك اصل جه وراها فعل اساسي، فبالتالي هقول وات هاف، وان هتطلع يو، يبقى وات هاف يو جوت، وات هاف يو جوت، واحط الكويستشن مارك بتاعتي. Another example، مثال تاني. When I say أحمد does his homework at 7 o'clock، أحمد does his homework at 7 o'clock. طبعا لما أجي أقول لك اعمل لي سؤال هتقول لي والله أنا هسأل ب what time. What time دي بتسأل عن التوقيت، يبقى عشان أسأل ب what time يبقى إذا هشيل at 7 o'clock. At 7 o'clock يبقى أنا هسأل ب what time. What time دي محتاج وراها فعل مساعد، هروح ألاقي does. برافو عليكم، فعلا انت قلت يا مستر لما داز يجي كفعل اساسي باخدها صحيح بس بسيب مكانها دو، فبالتالي هقول what time does احمد do his homework، what time does احمد do his homework. اوعى تقول what time does احمد his homework، قلت لك ركز do does و did، لما يكون جايين كفعل اساسي لو نفتهم سيب وراهم دو، لو خدتهم في السؤال سيب مكانهم دو، فبالتالي هقول what time does احمد do his homework، what time does احمد do his homework. طيب امتى بقى انا مش محتاج التركيبه بتاعت السؤال دي لما اجي اعمل سؤال؟ يعني امتى لو عايز اعمل سؤال انا مش مقيد بالتركيبه بتاعت اداه استفهام فعل مساعد واروح اجيب الفاعل وبعدين اكمل؟ قال لي في حاله واحده بس لما اجي اسال عن الفاعل، سواء كان الفاعل ده عاقل او غير عاقل، وهنا ما بتختلفش اداه الاستفهام هو عن وقت، يعني عادي جدا بسال بو بسال بوات بسال باي اداه الاستفهام عن الفاعل، كل اللي انا بعمله بشيل الفاعل واحط اداه الاستفهام واكمل عادي خالص واحط كويستشن مارك، في فعل مساعد فيه ما فيش فعل مساعد ما بروحش اعمل تركيبه السؤال ده. For example على سبيل المثال when I say احمد won the game، احمد won the game يعني احمد كسب المباراه، لما اجي اقول لك هنا اسال لي بهو، وهنا أداة الاستفهام بتسأل عن الاسم العاقل والاسم العاقل هنا هو أحمد، يبقى إذا أحمد ده لازم أشوف موقعه في الجملة هتقولي ده فاعل. طيب إذا لما أسأل عن أي فاعل بشيل الفاعل وأحط أداة الاستفهام بتاعتي وخلاص، فبالتالي هقول who won the game، who won the game. مستر انت هنا ما جبتش ديد، مش حضرتك قلت ان لو في فعل الزمن الماضي بجيب ديد وارجع الفعل الاصلي؟ هقول لك ماشي حبيبي، الكلام ده لو انا بسال عن اي حاجه تانيه غير الفاعل، انما هنا لاني بسال عن الفاعل كل اللي انا عملته شلت الفاعل وحطيت اداه الاستفهام اللي هي هو، فبقت هو won the game، هو won the game.